كتشاهدوا القناه ديالي. كنطلب منكم تضغطوا على زر سبسكرايب. وبالنسبه للمشاركين الجدد مرحبا بكم، وكنتمنى يكون عجبكم لو كونتينو ديال القناه ديالي. دونك بزاف ديال الناس اللي طلبوا مني باش ندير لهم جوله في الغرفه ديالي، ودابا عاد يعني قدرت باش ندير هاد لا فيديو. كنتمنى تعجبكم، خليكم معايا باش تشاهدوا كاع التفاصيل. اول حاجه كنلقاو لو كوا ماكياج. فوالا هادي لا كوافوز ديالي ستيل ايكيا، اللي حطيت فيها هنايا هاد لو بلاطو، درت فيه لي بارفان ديالي كما كتشوفوا، وحاطه كيلكو برودوي ديالي. الا ديجا كنت بارطاجيت معكم اون فيديو، الا ما كنتوش شفتوها سيروا تشوفوها، غادي تلقاوها عندي في القناه ديالي. كاين هاد لو فلامينغو هذا اللي خديته من مينيسو، وهنايا علقت هاد لي كادغ هادو، خديتهم ب 13 درهم، وامبريميت هاد لي فوتو من انترنيت، عطيتهم للفوتوغراف خرجهم ليا ب 3 دراهم الوحده، دونك ما كيكلفوكمش. ولصقتهم بلا باتا فيكس ديال اوهو، غتلقاوها في مرجان ولا في بريكوما. فوالا هنايا في هاد لو كوان هذا درت هاد المرايه الطويله، طيب ما كاينش شي شومبرا كوشي بلا مرايه. وهنايا حطيت هاد لي بواط اللي كنت خديتهم من اون بارفومري ب 200 درهم كما كتشوفوا. هنايا هاد لو طابي هذا راه ديجا كنت قلت لكم خديته من اكسيون، كنت وريت لكم في لو سيجور. وهذا لو لي كنت خدمته عند النجار هو ولا كوافوز ولا طاب دو شفي، طاح عليا رخيص ب 7200 درهم. ولو طابيسي هو اللي صوب ليا ديك لا تيت دو لي وهذاك لو طابوغي. فوالا حيت درت فهمتي ان طور في لي ماغازان وما لقيت داكشي اللي عجبني وبلو بري اللي انا بغيت. هذا لو كوفرولي، هاد لو كوفغولي كان جاني كادو في عرسي، فيه هاد لابغودغي هادي كيما كتشوفو. فوالا وهاد لي كوسان هادو كنت خديتهم من مرجان، كيجيو زوينين. هنايا لو كوان ديالي هذا كما كتشوفوا حطيت كيلكو ديكو هنايا، كتعرفوني كنحماق على لا كولور غوز. الاغلبيه ديالهم كنت خديتهم من اكسيون، فوالا كما كتشوفوا. وهاد إيلو كيتي كانت عطاتها لي ما بتيت كوزين، قالت لي خليها عندك في بيتك. فوالا هادي لا شومبر ديالي. هاد الحيط هذا اللي انفاس من لولي علقت فيه هاد لي طابلو هادو، حتى هما صايبتهم راسي. الكبارين كنت خديتهم كارفور ب 50 درهم، والصغيرين خديتهم ب 13 درهم، وبريميت فيهم هاد لي فوتو هادو راه كاينين في انترنيت موجودين. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم. ما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم ولايك لهذا الفيديو. الى اللقاء.